اليوم ناحية القادسية خرجنا وقفة احتجاجية فيما يخص الإطلاقات المائية. اليوم حقيقة أصبحت يعني المواطن القادسي حيرة من أمره، أكثر مشاريع المي الموجودة الإسالة خرجت عن العمل بسبب الإطلاقات المائية اللي موجودة، هذا واحد. اثنين، أن اليوم الفلاح أصبح حيرة من أمره، لا زراعة ومحارة في نفس الوقت، وهذا الخير قاعد يشوف الفلاح قاعد يمر عليه ويروح للبحار ويروح لتفاصيل الباقي اللي موجودة. فاليوم يعني طلبنا احنا اللي خرجنا عليه انه هذا الناظم اللي موجود امام حضراتكم، نريد يعني من الاخوة المسؤولين في الموارد المائية انه يسوون لنا فد مراشنة من 10 الى 15 يوم، يعطونا فد يومين ثلاثة ايام حتى نترس به الانهر الفرعية والرئيسية. يعني حقيقة اصبح المواطن حيرة من امره، وكذلك الفلاح اصبح حيرة من امره. الفلاح يعني ما اعرف انا هذه الدولة ضد الفلاح، الظاهر يعني ضد الفلاح، انه السماد يعطينا كذا مشاره يطيب مثلا 5 كيلوات، يعني ما من المعقول هذا. فحقيقه اصبح المواطن اليوم حيره من امره، وكذلك الفلاح يعني تعب بلا بدايه ما الى نهايه. فطلبت يعني طلبنا اليوم للاخوه اللي موجودين انه يراعون قضيه الفلاح ويسمحوا له انه قضيه المي اللي موجود حتى ينثرون الموجودات، وبالتالي يحصلوا لهم فرد رزق اللي هم متعايشين عليه. واكثر الناس هاجرت ترى من المناطق الريفيه الى المدينه بسبب قضيه الاطلاقات المائيه. الغرض من هاي الوقفه الاحتجاجيه المطالبه بحقوقنا المشروعه من حصتنا المائية. الماء اليوم يمر ويعبر للناصرية والسماوة، وإحنا النجف يعني الديوانية اللي عندنا حدود وإدارية والديوانية عندهم متوفر الماء بصورة صحيحة. إحنا ما عندنا ماء، الأنهر الفرعية مالتنا ما بها ماء من شهر الرابع لحد الآن ولا إطلاقه. إحنا الناشط أولا رئيس وحدة إدارية مالتنا ومدير الري مالتنا مع ناحية القادسية، وصولا إلى السيد الوزير والجهات المعنية، احنا نطالب بحصتنا مال الماي. نريد 3 ايام من اصل 10 ايام، كل 10 ايام نريدنا 3 ايام حصه للانهر الفرعيه. احنا اليوم الوادم عافت بيوتها، عافت مضايفها، هاجرت للمدن. احنا يعني خلال اسبوع السيد الوزير الى ما سوى النحل راح يصير تصعيد، راح نتظاهر، راح يصير عصيان مدني هنا يمنا. هذا المكان مكان حيوي، احنا بدا نحافظ عليه اكثر من ما الدوله نحافظ عليه. هذا مكان حيوي واستراتيجي وفايد الناس، تمام ولا لا؟ بس احنا نريد فايده من عنده، يعني ما معقول الماء يمر علينا مرور الكرام. احنا ناس اهل ارض واهلنا واجدادنا وتراثنا ومضايفنا وادلالنا، يعني ما معقوله تجي تلقى المضايف بال 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 بالارياف مسدوده. يعني الوادم هاجرت، والله وهاجرت وين راحت؟ راحت للتجاوز. يعني الحكومه مستعده توفر سكن لهاي الناس اللي هاجرت؟ يعني هذا هم عبء على الحكومه. احنا نريد اطلاقه مال الماي كل 10 ايام، ومطين مهله اسبوع للجهات المعنيه. احنا مواشينا ماتت، تريد حصتنا المائيه سواء نزرع بها او ما نزرع، عندنا حصه ما نريدها. حالنا حال المحافظات البقيه وحالنا حال المحافظات المجاوره لنا. نشكر القناة الأيام على معاناتهم تعبهم ويانا نشكرهم. طلعت اليوم جماهير ناحية القادسية، عشائر آل شبل والغزالات وآل إبراهيم والعبودة، 4 عشائر على ناحية القادسية. عندنا صار بالتصحر بالأرض جنوب على جانب شط الفرات الأيمن 50,000 دونم متضررين. عدلنا وكربنا وخسرنا وما وقالوا شيل بماكو وتركنا، والقاع معدل هسه قاعنا، والوادم انطلبت وهاجرت اكثرها للولايه وحلالها انتهى، عرفت؟ وعده الصحيح 80% هسه. احنا نريد نظره الدوله الابويه يرحمونا، يعطونا كل 15 يوم 3 ايام كلش كافي لحلالنا، واللي يسقينا خلاته يسقي له حديقه، بطلنا من الزراعه، وين نروح نهاجر؟ هاي الجموع اللي هسه اجت ناس الطبقه الفلاحيه التعبانه وجاي الطالب بحصتها المائيه، اولا تريد تعرف شنو منسوب الماي الها، هاي وحده. الثانيه وبعد يطالبون بالتعويض، واعدتنا الحكومة بتعويض مال الشرب ولحد الآن ماكو بادرة مال تعويض. هم نعرف هاي، يريد يشوف شنو سببها وشنو تأخيرها. ميزانية عندهم الحمد لله والشكر يا حبيبي، حصتنا المائية مال الشراب، حصتنا المائية مال الشطوط ناشفة. الحلال مات، الحلال كله مات، شجرنا مات، الهجرة هاجرت الوادم.
عافت اراضيها، هاي غات وهاجرت وظلت هاي مثلا ما عندها مصلحه بالولايه وتمشي، هو ما يعرف غير ذني عايش على الله وعلى ذني الزرعات. اذا زرع ماكو شلب، حنطه ماكو، وين نروح؟ قلونا اعطونا حل. بالنسبه للفلاح انعدم انعدام تام، عرفت؟ الموسم الصيف انتهى وعبر، قلنا راح واستخلفنا بالله والعالم هاي كلها تشوفها بعينك. هسه انه ابو الشيت وهم افتروا عليه الجماعه، عرفت؟ اضافه الى هذا هسه كل منطقه بالنسبه للشبيل، الغزالات، العبوده، ال ابراهيم، المجاورين الغاد منهم، تجي للمناطق من تشوفها اقل شيء اقل شيء يعني هذا اللي ما راح 40 بيت او ازيد من عندهم تركوا، عرفت؟ مناطقهم وهاجروا للمدينه. هاي طبعا الثروه الحيوانيه انتهت، هو الفلاح قاعد على ذني شكو عنده؟ اذا ثروه حيوانيه ماكو وزرعات ماكو وشلبات ماكو، هاي وحده. ثم من شهر 11 ولحد الان هذا اللي ما تشوفه بعينك من حدر للاهوار وحصه مائيه شراب للعالم ماكو. هسه لو عندك وقت وتروح تصور هاي الفروع، هذا الفرع مال الغزالات، فرع العبوده الحمر، تلقاه جفاف مثل هذا التبليط، ابدا ماكو يعني. فلازم يشوفوا لهم صرفه حل للناس، صرفه حل يشوفوا لهم، ياخذونهم بنظر الاعتبار، يباوعوا لهم، عرفوا يتفقدونهم. يعني ما يصير احنا مثلا نروح وين؟ نروح للناحيه للمهندس المسؤول يقول مو بكيف انا الامر، الامر من بغداد، ابو بغداد ماي خوله يعني خوله ساعات زين، الساعات هو على ماي يفتر الماي ويطب له بنص نص النهر هذا اللي هو عرفت ينحدر للمناطق او ربعه حطه شالوه، وهاي المعاناه يعني ما ادري بعد. نحن وجهاء وشيوخ ناحية القادسية الكرام نطالب وزارة الموارد المائية بتوفير حصة مائية أسوة باقي المحافظات. الآن احنا مقبلين على زراعة موسم وموسم الحنطة. وزارة الموارد المائية اكو عندها نظام هو نظام المراشنة، صراحة المناطق الوسطى وخاصة ناحية القادسية محرومة من هذا النظام، فنطالبهم بتوفير حصة مائية. انحرمنا من زراعة الشلب باعتبار اللي يقولون زراعة الشلب هو نظام المسايحة بيصير بيها نسبة هدر بالماء، لكن المشكلة احنا ما ننظر إلى شخص واحد هو فلاح، تنحرم عائلة كاملة بسبب هو الزراعة، باعتبار مصدر عيشتنا هو شنو؟ زراعة الشلب. لكن نشوف بعض المناطق اللي غربينا أو حتى المناطق الناصرية عندها حصة مائية والهدر بالماء بالناظم هنا نشوفه، ما عندهم فد برنامج حتى يغذي كل المناطق، باعتبار يصير اكو تراضي بين المناطق، دائما هو محروم. نزلنا الناظم قالوا يا بالقضية قضية الانتعاش الأهوار ونشفة الأهوار، احنا صراحة نعاني من معاناة قلة المياه، حالنا تأذى، احنا تأذينا، عيشتنا تأذت، عوائلنا هاجرت بنفس الوقت بسبب شحة الماء. فنريد من وزارة المائية والجهات التشريعية والسلطات التنفيذية النظر الأبوي والأخوي بالفلاحين بتوفير حصة مائية لزراعة محصول الحنطة بنفس الوقت. احنا هسا جايين كفلاحين نطالب بمن؟ نطالب بحقوقنا، لا نزاود محافظ على محافظته، ولا نزاود وزير على وزارته، ولا نزاود نائب على برلمانه. احنا جايين شنو؟ جايين فلاليح، لان اكو تقصير من الدوله، واحنا نريد من خلال قناتكم هذه نوضح التقصير. اول شيء نريد المسؤول الموجود يجي يشوف ناظم اليعو ايش كثر نسبه الماي الرايحه هدر منا للناصريه، من الناصريه لشط العرب، هاي خوت تعرفونها، هذا ايش كثر صار له يجري هذا الشط؟ ها من شهر 11 هذا الماي قبل، احنا يطوننا ساعه يخابرون مهندس بها، مهندس بها نزل النواظم، ينزلها المهندس بها ساعه زمان ما واصل نص الانهر رجع. ليش يا استاذ بها؟ قال امر الوزير، وفعلا بها متعاون ويانا ونشكر على تعاونه، وحتى صدر عليه مجلس عليه، لان هو يتصرف الرجال اجتهاد يريد يعين قرايبه والفلاليح يريد يعينهم، وصدر مجلس عليه بسببنا احنا. فاحنا اول شيء نريد مسؤول يجينا من فوق من الوزاره اللي وزير الموارد المائيه يعطي اعاز لتركيا يا بسد الماي، احنا ما محتاجين ماي، وهاي بتصريح وزير الموارد المائيه التركي شفتوه والسفير التركي شفتوه، ها هذا اللي يصرح هيك التصريح. الثانيه وبعد احنا نريد نثبت احنا محافظه من محافظات العراق لو مش محافظه. انت
احنا اذا محافظه النجف الاشرف اللي تشرفت بعلي بن ابي طالب وبيها كل الحوزه والمراجع وكلها موجوده هنا اغاتي، احنا لنا حصه مائيه كما للناصريه وكما للسماوه وكما للديوانيه، ليش احنا الناظم ينزل له ساعه وقالوا مشكله بالديوانيه؟ جا احنا محلوله مشكلتنا؟ ما محلوله. قالوا مشكله بالهويشلي، جا احنا مشكلتنا محلوله. روح الشطوط ناحيه القادسيه والمشخاب تلجيها كل شيء ماكو يابسه، روح للمحافظات الثانيه تلجيها كلها مليانه وانا مسؤول عن كلامه، واي مسؤول خليجي اراوي الشطوط. فاحنا نريد احنا معرفه حصتنا المائيه، ان حصه مائيه كمحافظه يوم ما ان هاي اولا. اثنين نريد معرفه نسبه الخطه الزراعيه للموسم الشتوي 5% مثل ما اعطونا بالشرب 3 مدري 1.5 10% 100% هاي نريد نعرفها على وقت حتى احنا نتصرف، لان انت تدري اذا عقب الموسم انتهت قضيتنا احنا. ثالثا نريد نعرف نسبة كمية السماد اللي هي انه مثل العام ضحكوا علينا اعطونا 5 كيلوات للدونم الواحد. هو قاعد هناك مستشار شنو؟ منين جابوه من بريطانيا؟ واهم يفتهم، لان الحنطه اللي هناك ببريطانيا احنا شفنا بوتين نازل بالحنطه يفلس هذا رئيس روسيا، ذيك الحنطه الرنانه. زين انت من باب تصيح يابا ما عندنا، راح يصير جوع. ليش يصير جوع؟ بسبب القمح، قمح ماكو يابا، ومن باب انت ما تعطيني زراعه. هذا ما يصير الحكي، احنا نريد نعرفه، اكو مسؤول نسولف وياه من فوق، اكو شيء. هاي والله ما عندنا غير هذا احنا الكلام. زين سبب هجره، والله العظيم وبالله الكريم خليتوها على بالي، سبب هجره الوادم شالت، لان حلالها مات حلالها يعني ناظم هذا اخر ناظم بالنهر، ما ينزل له ساعتين زمان بكل اسبوع، ب15 يوم ما ينزل، ب20 يوم ما ينزل، يعني ماطل ومكارب مدير الناحيه ومهندس بهاء والدنيا كلها، يلا يقدرون يعطونا يا ساعتين، ما يقدرون غير هذا، ما يصل للبزايز، والله ما يصل للبزايز. فاحنا نطلب مسؤول من هاي اللجان اللي تفتر هسه، اكو هاي لجنه يسمونها لجنه انعاش الاهوار، قاعده تفتر بها اثنين نسوان سافرات وبها اثنين موظفين وارقام موديل سيارتهم وتبريدهم ينفخ ويمشون ياكلون بالعزائم وايفات تعطيهم الدوله، المن خاف ينزل هذا النهر. احنا هسه حكينا بالاحترام للحكومه وحكينا بالراضي للدوله، واحنا ما نريد نفلش، احنا ما نريد نفلش حكومه وقانون، احنا فشلة نتجاوز، ولكن اذا جعنا اكثر من هذا احنا جوعانين ترى. هاي شوف الوادم تقل تشوفها والله العظيم بما فيهم المدعي، انا غير الله والزرعات كل شيء ما عندي. وهاي شوف هسه حلفها يمين، عمي عندكم شيء تملكون؟ عندكم سبوبه غير الزرعات ذني؟ تسمعني؟ الثانيه وبعد يا استاذ العزيز، الشلب يقولون 4 أشهر يريد ماي متوفر. 4 أشهر ماي متوفر، هسه الماي الحنطه لها رشنين، كل رشن متكون من اسبوع زمان. يعني معقوله دوله شكبرها وميزانيه انفجاريه ما تقدر توفر لنا رشنين للحنطه؟ معاناة الفلاحين والمزارعين هي معاناة حقيقة تراكمية، يعني ليس وليدة الساعة، لأنه حقيقة تراكمت وازدادت، ومن الصعوبة إيجاد الحلول في ظل هي هكذا حكومات متعاقبة ليس لديها أي تخطيط أو أي استراتيجية لتطوير القطاع الزراعي. اليوم نعرف إحنا والكل يعرف أنه العالم لا يمكن أن تتطور إلا بالتخطيط والاستراتيجي ووضع الاستراتيجيات، إلا أن حكوماتنا المتعاقبة من ما بعد السقوط اليوم لم نجد هذا الموضوع في أي حكومة من الحكومات، ولذلك الزراعة من سيء إلى أسوأ. واليوم الفلاح العراقي بالذات والفلاح النجفي يعاني معاناة كبيرة جدا بسبب شحة المياه، واليوم إحنا حقيقة عدم وجود التخطيط اليوم وقعنا في هذا المشكلة الكبيرة اللي هي مشكلة الجفاف ومشكلة التقشف المائي اللي حدث بالعراق وبالدول المجاورة. لا يوجد للحكومة أي بديل، الحكومة فقط تستطيع أن تقول لا تزرع، وهذه حقيقة ليس يعني لا ليس هناك حكومة تحترم نفسها إذا لاقت صعوبة أو لاقت معاناة أو لاقت شحة تقول لفلاحها أو تقول لمزارعيها لا تزرع، وهذه كارثة يعني تزداد شيء بعد شيء على
كل الكوارث اللي سبقتها. اليوم فلاحنا النجفي احنا عندنا 212 ألف دونم، اليوم نزرع من عندها 6500 أي ما 3%. سؤال هنا 3% ماذا تفعل للفلاح وماذا تفعل للواقع الزراعي وماذا تفعل للبلد؟ نعم سوف نحافظ على فقط البذور، إلا أنه هناك مأساة حقيقية هي الفلاح، ماذا سوف يجني وماذا وكيف سيعيش وكيف سيعيش أبنائه وكيف سوف يذهب بأبنائه المدارس والمستشفى والصحة والمستلزمات الحياة الأخرى. على الحكومة الآن بما أنه اليوم أكو أزمة عالمية أن تلفت النظر إلى الفلاح وأن تدعم الفلاح، واليوم عليها أن تعوضه بمبالغ بدل الزراعة ليستطيع أن يعيش ولعدم يعني تزداد البطالة، لأنه البطالة نتائجها نتائج أمنية وصحية وبيئية واجتماعية. لذلك إحنا فلاحنا وفلاح النجف وفلاح العراقي بصورة عامة إذا يغادر الزراعة سوف يلجأ أبناء إلى البطالة، لأن تعرفون أنه إحنا 50% من مجتمعنا هو مجتمع فلاحي، 50% من المجتمع هو يعيش على الزراعة، 50% من المجتمع هو شغلته فقط الزراعة. لذلك يتطلب على الحكومة أن تعي وتفهم ماذا يدور في شعبها. اليوم أكو فجوة كبيرة بين الحكومة وبين الشعب، فجوة كبيرة بين الحالة اللي يعيشها الفقير الفلاح والمزارع والحالة اللي يعيشها السياسي والمتسلط. إذن علينا أن نقلص هذه الفجوة بوضع الخطط الاستراتيجية وبصحوة. أيضا إحنا نطلب من خلال كل اللي يسمعون كلامنا الآن على أن تتضافر الجهود لإنقاذ الزراعة بالعراق، لأنه إذا راحت الزراعة بالعراق معناها العراق من سيء إلى أسوأ، ولا يمكن أن ينهض العراق إذا لم تنهض فيه الزراعة. القطاع الزراعي إن صح التعبير بالعراق أصبح مزري ومتعب. أثنياً الآن محصول الشلب النجف المحافظة أولى بزراعة الشلب، الآن أطوها 3% الاعتماد العائلة العراقية والعائلة النجفية والفلاحية بشكل خاص، اعتمادهم أولاً اعتمادهم على الشلب على الرز في كل مقاديرهم، ثانياً الحنطة أصبحت عالمياً محصول الحنطة هو محصول استراتيجي، ولكن عندنا بالعراق أصبحت أزمة غذاء. الآن النجف محصول حاصل اللي موجود متوفر مخازن الدولة، يعني معذرة لهذا الكلام صراحة، قد يكون يسد أو لا يسد البطاقة التموينية على مدار سنة، وهذه حقيقة يعني دخلنا مرحلة الخطر. أنا لا عندي الإحصائيات التامة، ولكن بعد أكو محافظات، ولكن أكو بعد السلو لحد الآن مفتوحة، يعني الأرقام بتزايد، لكنه الآن النجف دخلت مرحلة الخطر. أثنين النجف هي أكبر محافظة بعد الرمادي والمثنى بالصحراء، عندنا صحراء، عندنا أرض بديلة، الدولة من عندما تجف الأنهار أو تقلل الخطة بالأنهار تنفتح على الصحراء، عندها بدائل بالضغط على الجانب التركي، عندها بدائل أنه تزرع منطقة الصحراء. منطقة الصحراء عندنا مساحات جدا كبيرة، نقدر نعوض 250 ألف دونم اللي هي على الأنهار، نقدر نعوضها بالصحراء. فقط يوفرون أجهزة حفر الآبار وتجهيز ودعم الفلاحين وإعطائهم عقود من أجل حتى نرفع المعاناة عن العراق بشكل عام وعن النجف بشكل خاص. أثنين الحنطة أصبحت سلاح يهدد بها الدول وتهدد بها الشعوب. رسالتنا إلى الحكومة العراقية أن تنظر بحال المزارع حال الفلاح، لأن حالة من سيء إلى أسوأ. هذا من جانب. الجانب الثاني، شحة المياه شوية صارت عندنا كلش قوية، وأكثر الناس عايشة على الزراعة، فإذا الماء شح كل شيء قليل يعني صار، وصارت القضية شكل راح تصير هجرة من الأرياف إلى المدن، وراح تنترك الأراضي الزراعية. فإحنا ناشد الحكومة توفر لنا الماء، إحنا كناس مزارعين يعني شوية وضعنا هم تعبان يصير شوية، والقضية السماد غالي. هذا من جانب. صار طن السماد الداب مليونين دينار، اليوريا صار بواحد ونص، أضافة على البذور شوية هم قليلة، هم نريد الدولة شوية تدعم البذور. الثانية هل الحلال شوية تأذت شوية تعبت الناس، طن العلف صار ب750 ب800، زين ياخذ حلاله ما ينباع، يعني ياخذ حلال لا ينباع، يشتري علف غالي، يعني هم تأذت الناس أهل الحلال شوية، يعني نريد دعم من الدولة، نريد شوية تلتفت للمزارعين. زين هسه هم يقولون حفروا آبار، الناس وين تحفر آبار؟ وين تحفر آبار الناس؟ والشطوط فارغة سلام ما بيها، الكهرباء الثانية
احنا جاينا نعاني من الكهرباء هسه وبدايه الموسم مال زراعه الشلب تصير الكهرباء متقطعه كل سنه، يعني خلال هاي الفتره 20 سنه يعني الكهرباء كل ما يبدي موسم الزراعه الصيفي يصير بيتقطع، يعني منها لما ينتهي الموسم الصيفي دوره تستقر الكهرباء. كانت عندنا قبل سنتين نسب المياه هوايه متوفره، يعني بحيث اكو شطوط رئيسيه واكو افرع، كانت الناس حتى على الافرع تزرع، هسه الشطوط الرئيسيه ما جاي تزرع. ماي ما عندنا حتى الحلال هسه قليل، يعني ماي حتى الاساله ما جاي السحبه انه يعني مو نظيف، جاي هسه حتى اهل الاساله جاي يعانون من هالمشكله، جاي يعالجون الماي يعني مياه شوف الاسنه. يعني الى الساده المسؤولين في محافظه النجف والعاصمه بغداد يرجى الالتفات الى هاي المناطق، مناطقنا تعاني من الجفاف، الانهر جفت، السواقي جفت، والفلاح يعاني ما يعاني من شحة المياه وتقلبات الجو. فنرجو من السادة المسؤولين في محافظة النجف، المسؤولين على هذا القطاع، قطاع الري والزراعة، الالتفات إلى الشريحة المظلومة، الشريحة المهمشة، الشريحة التي لم تدعم منذ سنين، فأرجو الالتفات لهذه الشريحة. الري نعاني من مشاكل كثيرة، منها قلة المراشنة، لأنه احنا الآن نسقي مزارعنا من الماء المالح وهو البزل، فقد هلكت المواشي وقد هلك الزرع منا. فنرجو من السادة المسؤولين الالتفات ولو بصورة جزئية لهذه الشريحة بإطلاقات مائية، لأنه الزرع هلك والمواشي هلكت بسبب الجفاف. فنرجو من السادة المسؤولين وأكرر هذا الكلام للالتفات لهذه الشريحة، وبنفس الوقت لمنطقتنا. أنا ساعدي بحدود 200 دونم، 200 دونم محتار بها، كيف أزرعها؟ كيف أزرعها والفلاح مطلوب بخطة، خطة. فأرجو، والزراعة هي رافد من روافد الاقتصاد العراقي، تعاني ما تعاني مناطقنا، وأكرر وأقول من شحة المياه. المياه وجعلنا من الماء كل شيء حي، نحن لا، حتى ماء الإسالة قليل ضعيف. فأناشد المسؤولين والناس الخيرين الالتفات لهذه المناطق أسوة بالمناطق الأخرى، ولو هو الشحة في جميع العراق. هذا يعني سوء تخطيط، مع احتراماتي للمقابل، سوء تخطيط وسوء إدارة. أرجو المساعدة وإنقاذ هاي المناطق من الموت، الموت البطيء، هو الموت البطيء، لأنه إذا ماكو ماي هو روح الحياة، الماء هو عصب الحياة. التغيرات المناخية ألقت بظلالها على الواردات المائية الواردة إلى مخازن الموارد المائية والسدود، وبالتالي هناك خطة للوزارة بتقنين الإطلاقات المائية من السدود والخزانات لضمان حصة شرب وبساتين للعام أو للموسم الشتوي القادم، متآملين أن تكون الموسم القادم أفضل من المواسم الأخرى اللي هي 3 سنوات متتالية أزمة وشحة قاسية، وعليه لا يمكن تأمين مياه شرب للمساحات الزراعية اللي تغطي محافظة النجف الأشرف البالغة 212 ألف دونم، بل أصبحت المساحة مقننة إلى 56 دونم للمحافظة على النوع لإنتاج البذور فقط. هذه الخطة متابعة من قبل وزارة الموارد المائية، تأمين مياه الشرب أيضا اهتمام بالغ لدى الوزارة بإيصالها. عملنا إلى تحركات سريعة وعاجلة لتأمين هذه المياه، هي زيارة إطلاقات سدة الكوفة، مؤخر سدة الكوفة باتجاه المشخاب، إضافة تنظيف مقطع النهر بواسطة آليات مديرية الصيانة ودارة الكري، فضلا عن متابعة المراشنة وأطفاء المضخات اللي تعمل خارج النظام، خارج نظام المراشنة، إضافة إلى حجز نظام المشخاب تدريجي حتى لا نؤثر على حصة المحافظات اللي هي مستفيدة من عمود الفرات
كل المنفذ الوحيد لمرارها من خلال ناظم ليعو، فضلا عن نصب مضخات متريه على الجانب الايسر لشط المشخاب وفي قضاء المناذره لتغذيه نهري العارفي ودهام وان شاء الله بدنانير ايضا كفرع اخر بالتتابع. هذه المناسيب لا تحقق انطلاق المياه في هذه الجداول، وبالتالي حملنا على نصب مضخات والان باشرنا فعلا مباشره فعليه في هذا المجال، اضافه الى متابعتنا الجديه في نظام توزيع عادل حصص المياه بين الاقضيه والنواحي اللي تابعه او الواقع على شط الكوفه او الفرات الرئيسي.